سيداتي سادتي، مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ريحة الدوار. ريحة الدوار اليوم كيحط الرحال ديالو بمنطقة اسمها تنيل الغربية، نواحي الوالدية، إقليم سيدي بنور. شريف اسمك الله. حسان. حسان بن من؟ بن المعطي. بن المعطي بن من؟ بن محمد. بن محمد بن من؟ بن المعطي. بن المعطي بن من؟ احنا حدنا هنا لان من الشاويه، هذا المعطي هربان من القيد محمد من الشاويه وجا للبحاره هنا في عبده. ويناش جابكم الدكواله؟ جا هربان من ظلم القياد ديال هذاك الوقت، وجا وتزوج هنا في جهه مول البرقي ودار الغلم ودار وليدات الى اخره، ونهار العيد الكبير طاح في بير، طاح في بير درار في عبدة، وجهنا الغربية. الوقت اللي جا الغربية سمحوا ليه دار البغلي، دار البغلي هو الدوار الاخر اللي حدانا اللي كان البارح يهضر مع كل بنيفو، باش يحطوا ولادو اللي جاو هربانين من القيد عيسى بن عمر، وجاو هنا المرس الدراوي. وين انت كتف شويه تولي تعد؟ راه هو جا هربان للعبدة، ومن عبدة من اللي مات بوهم هربوا ولادهم وغلمهم وجاو هنا المرس الدراوي. البغلي سمح لهم ولاو هما خماسين على البغلي ولاو يصيدوا معاه. سيدي علي البغلي كان كيشد الزكوات والضرائب ديال المخزن، يشدهم من عند الناس ويفرقهم باسم السلطان. السلطان مولاي عدي الرسالة دياله، السلطان مولاي الحسن. قول يا شريف، هالدوار ايش يقولوا لي؟ هالدوار يقولوا لي صديقات. صديقات شنو قصد مع صديقات؟ هذا محمد بن صديقي شريف إدريسي السباعي من سيد المختار السباعي، كان كيتقول القراءات السبع، وجهنا الغربية حط في دوار الحراريين وعاود جهنا الصديقات، كانوا باقين هو داير كيقري القراءات السبع ودير غير خيمة ديال الشعر. شكون جيران صديقات؟ صديقات جيرانهم دوار الفقرة ولاد بنيفو في الشمال وفي الشرق ديالهم دوار البريبرات وهاد البريبرات كان عندنا معاهم صراع في يوم عاشورة نهار 11. احنا هنا كيدير ولاد بنيفو كيديروا 11 ماشي نهار 10، وكان ضاربوا على سيد المشاوري. العيالات كيمشيوا وبغيو يدفنوا العضايم، يبغيو يدفنوا عاشور ولا عاشور، وكان دافعوا عليهم الرجاله بالبغال وبالحجر باش يدفنوه في سيد المشاوري. الاخرين تاهما جايبين عاشور ديالهم باغيين يدفنوه، وكان ضاربوا بالحجر وكان ضاربوا بالحجر عاده. والدوار اللي على الجنوب ديالنا الطالوع كاين الطالوع وكاين بنيفو. اييه بنيفو في الغرب. وهكا شكون هكا؟ هما اللي قلت لك البريبرات. البريبرات كنا عندنا معاهم صراع. واخا شكون شحال بعيده هنا الوالديه؟ الوالديه بعيده ب 25. والزمامره شحال؟ 19. الغربيه شحال؟ الغربيه كيلومتر. اسفي 49. 49 كيلومتر. اييه قلت لي صديقات. اييه الدوار ديال صديقات. شكون الناس الاولين؟ الناس اللي ولا بدا منها؟ الناس الاولين هو اللي قلت لك محمد بن الصديقي. زي خلى السي حمو بن الصديقي هذا السي حمو ولد الفقيه الصطاهر ولد السي حمو. هذا الفقيه الصطاهر ولد السي حمو هو اللي دا ابو شعيب الدكالي ولد عمو قدمه الملك السلطان الحسن الاول، قدموا ليه بانه يقرا القراءات السبع وعطاه كسوه وعطاه بانه هو الوحيد اللي كان عنده هذاك الوقت 14 عام وحافظ القران الكريم بالقراءات السبع. واخا هاد ابو شعيب اللي قلتي واش هو دابا عليم ولا شويكو؟ هاد ابو شعيب الدكالي هو عالم معجزه. كيفاش معجزه؟ معجزه كان اي حاجه سمعها كتدخل للراسو كيحفظها. كان معجزه هو. معجزه كان كيدير الا بغى يمشي للسوق كيدير الصوفه في ودنيه باش حتى حاجه ما تدخل ليه الراسو تبرزط ليه داكشي اللي باغي هو اللي باغي يحفظ. واش هو كان در ودنه ولا لا؟ داير الصوفه باش ما يسمعش الكلام اللي كاين في السوق. وين راه كاين لادامي تما يقول المزيانه والخايبه؟ لا هو ما خاصو يسمع حتى حاجه لانه بحال هاد الالات اللي كاينين دروك ديال التجار
الدماغ ديالو، هذاك الشيء اللي كان مسهل عليه الحفاظه الى اخره. هو ما يبغيش الحاجه اللي تضر في ودنه. لا ما يبغيش الحاجه اللي تضر في ودنه. هل زعما كلام الفيسق والكلام في السوق؟ القزاره كيغوتوا بكلام، والعطاره كيغوتوا بكلام، والحراره كيغوتوا بكلام، وكل شيء يقول كل يلغي بالغاه. هو لا دخل ليه داك الشيء في راسه كامل غادي يتسجل، وما بقاش غادي يحفظ القراءات السبع. ما بقاش غادي يحفظ القران. ما بقاش غادي يحفظ القران والو والو. ودابا نتوما منو؟ احنا جينا من الشاويه، وكاينين الناس هادو حدانا جاوا من الحوزيه، كلشي هربانين من القياد. الحوزيه هربانين من القيد التريعي، احنا هربانين، جدنا المعطي هربان من القيد محمد. في كان محمد انه ما كان في ولد سعيد، ولاد سعيدنا واحد الصاط. حنا كنسمعوا ولاد سبيطه. كنسمعوا ولاد سبيطه وولاد فرج والعونات. قلت لي يوم ملال. ايه منين شكون هاد ملال بعدا؟ ملي جاوا على حساب التاريخ، ملي جابوا الموحدين، جابوا بنو هلال هنا من تونس، جاوا ولاد بني هلال اللي هما ولاد عمر، حنا ولاد عمر الغربيه، ولاد عمران، ولاد سبيطة من بنو هلال، ولاد فرج تا هو شخص من بنو خوت، هادو خوت، وملال ومسكين، هادو كاملين خوت، هادو قبيل ديال العرب ديال بنو هلال. دابا دكالة وبني مسكين هذيك بني ملال كلهم خوت. ولا كنسحب عمدينة هذيك؟ لا هادو خوت. والعونات حطهم مولاي اسماعيل شرفه ادارسه، لقطهم من كل قناه ديال المغرب، من فاس ومن غيرهم، حطهم شرفه باش يديروا الحدود ما بين رحامنا ودكاله، لانهم كانوا كيتضاربوا على السرحه وعلى الحصاد. كنسمع قال لك البيرمي الاول من هنا عبد السلام الصديقي اللي كان راجل ذكي، ودار اول بيرميد في المغرب 01، هو البيرميد الاول في المغرب 1918، عدوا البيرميد. وحنا والدينا كيعاودوا علينا ملي بدا الشانطي في 1918 كيمشيو حتى لبراك التيسي ويشوفوا طوموبيله دايزه على نص نهار، يلاه دوزوا وحده ولا يدوز كار، كانوا باقيين يمشيو بالفاخر ويمشيو على 12 كيلومتر، يضلوا الدراري حتى تما يشوفوا ويرجعوا. وهذه القضية عودة عليا الوالد الله يرحمه. واخا قول لي سي حسن، شكون الاول اللي دار التلفازة؟ اللي دار التلفازة هنا في الدوار هو ابو شعيب الجيد الله يرحم الحسن، جاب لي كانت غير بالباتري، والباتري كان كيتشارجا يدي يومين وثلاث ايام ولا ثلاث ايام. ومشات اختي البحراوية عاد اللي كيشارج الباتريات، قالت ليها ودي علاش هاد الباتري كيتقادا؟ كنتفرج فيه انا وبنتي، الدراري كانوا خدامين في البحر. قلت لي كنتفرج فيه انا وبنتي وكيتقادا دغيا، هي كتسحاب لا تفرجوا بزاف يتقادوا هذيك الساعه. الا تفرج دابا الدوله تفرج هذيك الساعه. كنا لا نتسناو هذيك الساعه الكوره ولا شي حاجه حتى نطفيو داك باش لان كان غير الباتري، داروا الضو عاد شويه ولينا كنقتاسدو الباتري، انه ديما هازينو على كروسه وغادين به للسوق، ديما مقاضي الباتري. والمسكينة كتسحب راسها إلا تفرجوا كتار. إلا تفرجوا كتار راه يتقادى. إلا تفرج الدوار مشى. بحال القصعة ديال الطعام غادي يكملوها. غيتكان. كيتبردع. كنسمعوا البكارية. هاد البكارية من جهة الوالدية، وهي اللي كانت كتطلب لينا الشتاء. ما كانش عندنا صالة الاستسقاء، كانوا كيطلبوا الشتاء عبي تغنجة. تغنجة يا ربي تعطينا الشتاء. البقراب والبول يا ربي تعطينا السبول. يرضي عليك. زين. كيديروا كنخرجوا بقرة ديال السي مصطفى كحلة، وكندوروا بالدوار ونمشيو لسيد المشاوري. البكارية كتقول أنون الشارف أسقي المغارف، أنون الشارف. أنون الشارف؟ أسقي المغارف. أنون الشارف؟ أسقي المغارف. والصاهر كيقول اسبولا عطشانا غيت هيا مولانا، اسبولا في الكسكاس غيت هيا بن عباس، تغنجة حلت راسها يا ربي تحل خراسها بس تعرقها ودير بين دراسها. شريف اسمك الله؟ جيد وشعي. سميتك جيد وشعي؟
جيد. واش بلاكار صحنيت جيد واش جيد ولا من الاخرين؟ لا مصوبين عملاقتين. الله يرحم الوالدين. ما كايناش جودة. جودة فيني. الله يرحم البال ديال 700 وجودة. اه الكلام البال ديال 700 وبغيتي تكون جودة. ولاش جيد منين جات؟ عم صوبين عملاقتينهم صوبين الجيد. جاتنا قريبة بالكتبة. الجيد ايش؟ الجيد وش عيب؟ ما يخرج عيب. ما يخرج عيب. اي ها هادشي اللي قال الجوده ما كايناش. وين العيب تاهو ما كاينش؟ كاين العيب ما كاينش. ها ما كاينش العيب. وشكون بواك؟ ها محمد بن مسعود. وشكون بوه؟ محمد بن مسعود بن مسعود. بن مسعود من من؟ بالحوزي. بالحوزي. احنا جينا من الحوزيه وجينا هنا. الناس الكبار ديال صديقات شكون؟ كان السيف شعيب الله يرحمه. زيد. سي موسى. زيد. سي بارك. زيد. كان الحاج وشعيب. زيد. شكون كان ولد العربي؟ زيد. كان سي عبد الله. كان سي احمد شفناج. شفناج. شفناج كان ولا مين ديال شفناج. زيد. كان شفناج. كتقرد حدا بزاف. وكان سيدي علي الله يرحمه. الله يرحمهم كاملين. سيدي علي كان شريف. كان محمود. محمود. العربي بن غنو والفاقير. هاد بن غنو كتر ليا منه. العربي بن غنو. العربي بن غنو كتر ليا منه. واخ سايكوك. غرنيط سي عزوز. هاد غرنيط. هاد غرنيط زين. غرنيط زين كان طويل ولكن كيحفر لنا الروضه اللي ما تيدفنوا صحنيت. وكيتسرح في القبر الله يرحمه مسكين. غرنيط. غرنيط طويل. غرنيط طويل صعيب. كان صحيح. كان صحيح. عطينا سيروا ديال الزيت عاود يشربوا نص حالك طمو باللي عندك كدير فيها الزيت ولا الماسو. هادي كندير فيها اللبن. حال هذا الله يرحمه صافي. قلت لي هذا كان يحفر القبورة. وكان صحيح. كان صحيح. شي مغربة دارها. هذا دار شي مغربة. كيمشي مع الروضة كيحفر ومنو كيتسرح في القبر. كيتسرح. كيف حالي روزة. وبكري كان كيحس البنادم كيحس المصبو دلع. كيبقى يحس اللي تخرج من النوالة وتابع. وقال لي لقيت القرطاس بكري للمصبو دلع تحزمي. صحيح. هو يكحس وتابعه بيموت. وانت معمر ولا قطك؟ لا كنت نخدم معه كان صحيح. وكان واحد يقول لي الطرش ولد رحمة والطرش ولد خديجة قاع صح الدور. شنو ماشي مغربة فايتين دايرينها؟ وكان نقول شي مغربة كل شي يديروا مغربة. هذا كورنر كان يمشي ياكل كرموس هو ياكل ويش البقرة تشبع ويبقى جيعان بقى ياكل. صحنيت. وبالصحنيت شكون سيدي؟ هذا كرشو العدال. فايت العدال. صحنيت. وباقي اليوم شكون الناس الكبار الناس اللي ولا بدا منهم اللي كانوا هنا صحاح الدماليين ديال هنا الفلوس؟ ايه كان ستار. زيد. كانوا الرويحات. زيد. كانوا شي ربعة خيام ولا خمسين. وين شكون؟ كان الرويحات. هالرويحات عندهم فلوس والستار تاو عندهم فلوس تاو اللي لاباس عليهم. لاباس عليهم. شكون مالي الارض؟ الارض كانوا الرويحات عندهم الارض بزاف. الرويحات والستار. واخا. وشكون الفلاح الكبار؟ هما مو الفلاح اللي كانوا فلاحنا كبار. شنو الفلاح اللي كاين هنا؟ كان هنا كاين القمح الدراج الشعير وين درك ولا الشماندار ولا دوك السقي ولا الارض ولا فيها الشماندار. شنو يقولوا لهذيك السقع؟ شنو يقولوا لها؟ الرش. الرش ولا يصفقوا؟ لا يشطحوا. الرش وقوتا قوت. هاد الفوي ماش سبابك فيه؟ شو حفيان؟ وفين واش غناكلو برا بقى عصايكو واش غتا؟ مكاين حتى حاجة. والسنان فين صدوا؟ ومشاو. طاحوا لك فشي. لقينا واحد كيقلع الدروس لنا عقرب من بيت غو كل اثنين يقلع لك ثلاثة وخا صحاح. الله يرحمه. كتفوك ربعة؟ وشوف السوا كي دايرين. ربعة ودير لك لقاط في فمك علي في دجر. الله يرضي عليك. والله الا ما الصوق قاع يغوت علي جيبرك فوقك انا ما كنت حنان. صحنيت. رجع لك هاد فمك بحال غار ديال النمل. اركب فم ان شاء الله. انا غادي تبعني. واش باقي عاقل على العرس ديالك؟ ها؟ العرس ديالك تاع باقي عاقل عليه؟ عاقل شي شويه. حيت اللي درت عرس كانت موت في الدوار حتى واحد ما جا. عرسك نهار داز كاليته. حيت كاليته. وقدنا الماكلة عادية ما جاش بنادم زين زين الفنيو زيانة لي بعد بقات الماكلة ماكلة عم تروشة. حنا دوك كنديرو العرسة من عمر بن يفو ما يجي تشوح والله لا كيدير هذاك الشيء. علاش دابا التجودة
بينا عام اللي كدير العرس بعد يكون عامر الموسم تا واحد ميجي الدوار كله يكون كيخوف يمشي للموسم ومع من كدير العرس انت وعب وحدين وجوله ثلاثه عالم مع سرق ها ما تعلمش كلش عالم مع سرق سرق واش ما دير واش ما دير العرس ولا مرا وندين اللي جاي حتى وثلاثه مبارك ثلاثه راه بزاف تجي بعضها ما وبرك وتويا لاش ندير العرس واحد دير حداني عرس حنا انا بالخيبر كنسمعوا الزغري لا صحيح حدانا من خرينا قال لك ولد الحمره راه تجيب واش تضو ما كاينش والو زاني وجايبه وفتراكته الزغري وكل شيء قال لك راه تجوز حنا راه ما فيروش فراس حد سي بشعيب واش العرس ديالك علموك علمك باك ولا ما علمكش وانا ما شفت حاجه ما شفت العروسه ما قلت لك يجوزوا تشوف كتكون سارح في الخلاجه تجي تقوم ديري العرس كورك تكتب من يفول الواليد مع المرعي ابني بورا كان شي ولا الارجين غادي نول البحير واخا واخا بلاتي قلتي لي فين كنتي بعد جاتك الخبار ديال راه مخطبوا لك ما كنت سارح من مدنان تعرفش من مدنان انت لا ومن مدنان وجاتو الطالوع زيد كما بكن كنتي سارح تم سارح بما فرسكو وشكون جاب لك الخبار شكون جاب لك الخبار وعاد دريت انو سارحين قلت لي عرس بالدوار انا عارفه الله يرحم الوالدين علموك على السراح على السراح بين عرس مزيان هذا بعد علموك على السراح واخا بعد سقتي الخبار الخطبه اش قلتي وما خاسر والو كلشي زين مين انا اش خاسر الخطبه حنا غندوز جمل والو كدير لهم والو يجيب والو ما جيتيش قلتي لهم اش قلتي لامك والله يكمل بخير صافي ونخسر لهم خاطرهم منين خطبوا لك هنا دوار من طالوع ما لقاوش طالع لقدام لا ما يطلعش يدم لا السيدة تعرفها بعدا ما مني شفتها والو والو كاع والو والله ما مني شفتها صحيح ايوا شال عطاو في سميتو شنو صداقو 14 مي قال لي خويا بجيك ساهله بالطلاق دير ربعات المنيل تغرق ها ودير ربعات المنيل ولا تغرق اليوم الا درتي ربعات المنيل تغرق بقيتي تما تعيش هذاك الشيء بقيت خلصتي تموت هلا تقول لك وتدم عمرك نوم والو والو ما تبقاش تنرنف صافي هاك كل شهر يجيك المشطاطه تقلب عليك بصح هني ما كاينش لا تعود معلوم عند ديما هو هذاك الشتو ديال ديك النهار ردو تولي معروف بصح هني صافي صعيبه صعيبه ديما ما تدخل من الخيمه تدي معاك خبز عربه غادي لي قول لي سي بشعيب بعد قالوا لك راك غتجوز فرحتي سانيت لما الجواج ماشي زين هو زين واني فيه صير خايب عفو البوطة الكبيرة من تخوالك ما هو زين هو الجواج زين واني بعد كتخوال البوطة كي خيابة ونهار تنير رب حالي تابع لك جدار مية غادي الصوم الله يرحم بك الله قاس خيبة تم غادي من وجه كي تبدل وش عمار درس الصوم الله كتضرب القايطون وترجع كي كنت نان خيبة صحيح ابن ادم كي يمشي مسورس عقد ما كي يعرف على لابس كي دفنا اللابس ما كي يفوت كلمة لابس لابس صافي تاكل من السوق عاد يتسع من ايش وزلت الله يرضي الزلت نقول لي طيحوا من اولي مسلم اش لبستي نهار العرس اش لبستي نهار العرس ولبس واحد الجلابيه كحله مع 12 الجلابيه مطقوبه واللي عرضت عليه ميجي عارفين مكمل والو والو صحنيت وجابوا شي غياطه راه فيها عبد يضربوا سمكوني كيفاش واش عيب بعد كيجيو عندكم الناس ديال المدينه هنا كي عندنا البغروت كثير البغروت اه البغروت خايبه وجايبين البغروت والله لا لقيتي وكانوا شي بيله جايبين وحنا كاع ما عارفين البيلات عشمع لكن بنادم كيطلب على العافيه على العروبيه صافي صابوا لي ضبوا بالزيت صافي وشي اللي كاين وهما من كيجي هذاك البغروت كيسحب حمر كنقولوا تبدل عليكم الماء قلل الماء حمركم على الثوم كذبوا عليه البغروت هو اللي كاين البغروت وكيعرف المدينيين وكيعرف ما حتى رطب رطب حنا مولفينو انتم خي عاد ما قداش فيه خاصك كتغمض عينك كدير تجري في جنانات عاد كطيح وخذ العاد واخا ينبح كاع وبنادم راه يتبتك يقول لك راك حيد قدام الخيب ولا طبيب البغروت خايبه كاين البغروت وكاين الجمل سميتو الجمل تا الجمل كان كمل الجمل في كاين صحني اولا الجمل راه كاين تصديقتي كاين في الجمل والدنيا كاع كامل عامره وتمشي تحسن في السوق كان ديك الماكينه ديال ليد كيخشى يخشى في راسك ويجر عينيك يدوزو بالدموع عامره كيحبسها الجمل والله الا كيخشيهم عليك وصح
واحد خينا باقي نمشي عندو درك نجي معانا وياه. قلت لي تلعب الله وتحاز باش يدوسني عليا نهار العرس. اش كنتي لابس؟ مع الصواك لابس جلابية كحلة وحازم راسي بواحد الشطاطة. انا زعما حازم راسي مجغدد زعماك بالعاني. ها مجغدد زعما واش خايف ولا حقروني جو جو طالع لك الدم ولا طالع الدمعة بالعاني. كيفاش دير بالعاني؟ عادي خيا ولا لا باش يكملوا لك العرس؟ لا العرس دايرين فراج وكيلو دجاجة. كان عرس تسابو عرس؟ ماهوش عرس بحني بصحني ما كاين لا درب وخياط يضرب بغايط اقطع ما درك ولاو الشياخ لا ولا خلي يدرك. هذيك الساعة قلتي لي لابس جلابة خنطيطية وشنو اخر؟ البلغة ما كاينش. ها البلغة تا النهار الاخر عادي لبست هذاك النهار ضليتي احفيه احفيه واخا زيد. العرس داس في السميم ولا في البرد؟ اه عرسك العرس داس في شهر تسعود اخر العام جهزتو؟ اجيك البكيه الجنانه بدا يخرفو بصحني الكرموسه بدا يطيح. لكن تمرتو بداك شهر تسعود وعشره خروبيه واخا ودوك مالين المدينه بداو يشوفو بحالهم بحال غادي يروح كتشوف امراه وغادي وتغادي تسايق البان وغادي تبني الحصايا والزريه ما بقاش هادشي واخا. قلتي لي النهار عرسك كنتي لابس كاين شي سروال؟ كاين شي سروال ما كاينش هذيك الساعه ما كاينوش. كاينوش سروال قندريسي؟ كاين كاينو سروال قندريسي ممكن يلبسوا هذوك اللي لاباس عليهم عندهم البلاد. ثم ما عندك ما عندك والو في دورا فولون دار عريان خيمه فيها 10 قام حاسبين بكري يقولوا له فايق كثير بنادم مسافر ولدو بزاف ولدو 10 تسعود وتا واحد ما يموت. شكون قال انا نفطر في الكاشوش ولا ست اشهر والله ما يمرض اليوم راه باقي ما مسدوش يمرض. قال صحاح الدريد العروبيه ما بقاش يجي بالعروبيه المزاليط كيولدوا كثير. اي ولدوا كثير وصحاح تجي السخانه قاعد يديروا لي بصله على راسه وفيق ولا موت. اليوم راه يطيح الطبيب تصاور وي ضربوا ميكروب ديالي هذا خيمه الاخر تلقى فيها زينه تعدو يشرب ديال 12 ديال الوحده يشرب ديال العاشر بحال كيصلي كم يشرب فكري الناس كانوا صح صح بزاف. كان ناكل خدمه واحد راسها سميتها مدنان والله اللي كيجيبوا السايكوك مع الثمانيه والله ما تقد تاكل قدر هذا السايكوك وشكوى محرفها المرضى تقول يا الزبان النواوي وسايكوك يجي في جلبانه في الدراري يقول بحال تيعلفوا في خروف. واحد كيقول لي بالغليمي كيدا لي حسد وفلي كيحفر الثانية كيقول لي بالغليمي والله وضربك برجلو لنا صحيح صحيح كرة قد موتش على العلاقة قد مورا فلوع رمك ديزا بحال كات كات عاتر ديانا تصور كيقول لي بالغليمي لا رحمة اليوم ما بقاو دراري صحيح قد موتش على العلاقة الوقيد داري محسن راسه بحال خد تاع جلبانة ودالي درس وجي لعب مرجى الكورة مع الصباع يحصد ويجي خرج درسه ويدرس ويلعب كوره في العشيه. هادو ديال دول هادو ديال بكري ما ديال اليوم فينا كان من يشد لك في الدري بحال العجل. علم عرفتوا نهار العرس ديالك؟ شي ثلاثه ولا اربعه ولا عاد كيقول لي الشريف الله يرحمه زيد صافي ودوارة صافي الغياط ومع واحد كيقول لي عبد القادر الله يرحمه كاع ماتوا واخا دعنا فيه هاد الراجل. سي شعيب العريس ولا بده يكون عنده الوزير؟ اه شكون وزيرك؟ شكون هو الوزير؟ اه وزير راه في العماله عندنا شي وزير ما عندنا حتى وزير وحنا عتلياتو غنجيبو وزير والو. ما كانش عندك ما كاين لا وزير لا والو وشي واحد صاحبك لي. صاحبي كاين وني الوزير قداش راه كبير راه جي شيباني روبوتات شربت عيطي ثلاث ايام عاد يوصل عندك. واش عمرك قريتي يا سي وشعيب؟ ما عمرني قريت والو. نعم عمرك ما قرقبتي؟ والو قريت شي ايامات عاد طالب كليت لي معت غداه جرى عليا صافي الله يرحم الوالدين صافي سير بسببك غداه غداه وراني جيعان حطوا هو ما كيجي من ديال كاع الطبسين في البلاصه. تقفرت مع شيخك النهار الاول؟ النهار الاول من تما تخرجت. تخرجتي صافي خرجت. واش خرجتي عينيك ولا شنو؟ لا خرجت للبقار والعادي بصحني. علاش زعما ما لاقتش القرايه؟ اه علاش ما لاقتش القرايه؟ بنادم جيعان يقرا؟ لا غيبانوك الحروف؟ لا غتسلم الاستاذ؟ لا واش قد تقرا؟ القرايه مغدخل خاصك تتعرق تكون شبعان كيقولوا كيقولوا الراس لا الكرش لا شبعت تقول راس غني الكرش لا شبعت تقول راس غني لكن جيعان يغني وانت كتغني واش نغني ما غني والو ها واه شربت السي شربت صحني والله
جات واحد العام عندنا السليمة الدوار وشو العذاب سليمة وبينون العقرد عامين وحنا ننقصوا بحال ذاك القرد والله لما عقوا راكد يدين حسن جاءت الوزارة انك لقد تقلع لبارك العبد الأخوة 68 و 62 قبل لك بينون القرد صافي ينقص صافي بينون لكم عقرد بحال يديك بحال يديك أبو ضابي ونتمو حنا ننقصوا عام نديروا تنقيص القرد ايام زينه اليوم الحمد لله والله ايام زينه الساعه طيره واش عقل على الختانه ديالك الختانه ديالك كا كبرت ترجع عتي وشي تمنت دخلت عرفت 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 الحجام على جايك وشي قال لي زعينك شوف غادي لك شي بريك في السطح اقول اش غديروا والحجام زيد يضحك واحد العياش ولا شي يقولوا لي الله يرحمه مسيكي زيد المعاشي الله يرحمه المعاشي وتعيق به ورا عارف ورتا جايبين كبير ملبسينك واحد الكسوه ديك ديال العهد ديك ديال الميريكان اللي فيه اللي مسلم واحد الخي الخيش خيش حتى لابسه وتسدد سمرات اللي عاد لابس ترى خدش ترى القهرة دازت ودات القهرة بزاف واخا ما خفتي ما والو علاش تخاف وزعما غادي تا ودي اش تخاف تتا ما خفنا على الدرك نعرفو في بس رجلينا عاد حجة ولا المقص ولا يكون المقص هو المقص حتى قلنا قال خافوا من المقص ترى راك يلعبوا فتحه في رجلي وعلى من المقص كيداوى على التراب فلحه على التراب تراب ولا كاين شي داك سميدو ديال الكانون سخون رماد الرماد وصافي راه ما كان لا والو كان كان صغير ما كان الحمد لله درك ولا كل شيء موجود والله الا كل شيء موجود بيطادين عادي كل شيء عادي راه كان علل باللي موجود كم حنا شربوا في البن البن عوهدو البن سايكوك اللي داروا لك شي طعي مرتي خاصك تحزم باش تجمع دوك حبات ترى كيفور على الدنجاله وما طيجه ومن طيب الكرعي تدرم زيدي ياكلوا حداك راه بحال كتعشى مع اسرائيل ما عقليش لا فريادهم كليتي ما كليتي واخا البكري كان عط الطاجين ديال الشميت وفين ما كاين والو والو ما كاين اللحم ما كانش اللحم في الدوق اوكي كرشة ها كرشة كان شي عصب في البقرة قد الكفة يجيبوا لك عصبة في كيلو قتجر ولا خرجة قاس حتى ما قلع قلعه ما كيجي ما طيب شوية ما طيب والحريرة كن نجيبوا قد الكسكادة كاسم الحماس كنزوه في قفة بحال شي واحد ميت جايبين بس كان فترة برمدين اليوم ولت شوية ليدات مر بالعاصير نهار طويل بكرة كان كل شو عطاس مع الحال ومدرك في الدار ما سيتسحر خايف يطلع الشمس تازا تأكل عطل وصل الصحور ما كيت لفيقك فقتي وودك ما فقتي دار صايم ورقت صايم ديما وخغت فيقش غتأكل دراري سيقوفال كان سمعو قلت لي يا الراجل كيكبر الراجل ملي كبر كيكبر مع ضرو الراجل مني يكبر مع ضرو والريال اللي طاح لي في جيبو كيصرو والريال اللي طاح لي في جيبو كيصرو وملي يقول لي كيداير مع الدراري كيقول لي ما ينفعو ما يضرو ومني يسولو على الدراري يقول لي ما ينفعو ما يضرو ينفعو ما يضرو كيحليب الحمارة صافي ما والو صافي كيفاش قلتي لي زمان العجيب زمان العجيب والغريب زمان العجيب والغريب نحل هرب من الزريب نحل هرب من الزريب دري زاد من كرش مشايب الدري زاد من كرش مو شايب طالب مرة في الجامع مرة غيب طالب مرة في الجامع مرة غيب مرة والدة معك عشرة وتقول كراجل خيب ما جبتي لخضر لطيب والدة معك عشرة وتقول خيب ما جبتي لخضر لطيب ما جبتي لخضر لطيب ده مش كولي خيب تولينا لا هي اللي خيبة بك أدخل أطلغط الله يرحم الوالدي كيفاش قلت لي الحياة وقلت الحياة تلاقاو ودارو جناح وطارو الحياة وقلت الحياة دارو جناح وطارو الجار الدار مع جارو الجار الدار مع جارو والفار تا هو جرى وليه تلف على غارو تا هو زاد حال ما عرف يمشى والفار مسيكين تلف على غارو تا هو زاد تلف تا هو ما عرف يزاد تا هو تلف على غارو ملي ضربوا هذوك الناس صافي تا هو توضر والقفال تبعو جا دار مية تلف على دارو لا ما عنده سوق هذاك كيفاش قلتي لي المال يا الميال ليه الناس مالت يا اللي ليه الناس مالت واخا تكون كحال بلال واخا تكون كحال بلال يغوتوا لك الحاج علال ولا ما كانش عندك المال ولا ما كانش عندك المال تاخذ بنت عمك تسبح بيلو وتقول لك يا البول
تاخذ بنت عمك تصبح هي بيله وتقول لك انت يا البوال. لا يا بلاش ما عندكش فلوس. الريالات صعيبه. الريالات هذاك هو. يديروا طرق في البحر. المال يا الميال. للناس. يلي ليه الناس مالت. واخا تكون كحال بلال. واخا تكون كحال بلال. يغوتوا لك الحاج علال. يغوتوا لك الحاج علال. انت ما عمر مولاي بشعب خلطتي. انت ما عمرك فتي بوزنيقه. ولا ما كانش عندك المال. تاخذ بنت عمك تصبح بيله وتقول لك يا البوال. صباح هي بيله وتسبب وانت يا ما عندك فلوس واش غدير اش شد بهيمه في ما عندكش فلوس محقور صعيبه صعيبه. انتم في الاستماع لبرنامج ريحه الدوار. برنامج ريحه الدوار يقدم لكم بمساهمه مجموعه القرض الفلاحي للمغرب. مجموعه القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. شنو الماكله اللي كانت عزيزه عليك السي مشعي؟ وعجنانه باتهم تصبح صافي. واش غتاكل الخيمه؟ راه ما كاين والو. والو غنسكر السكر بسور تاعي بربع القوله حلقه نبول. لا وكليتي تقتلوك. طيح 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 تام عجنانه. عجنانه واش من الجنانات اللي عزازي كان جنان مصطفى كان محضي ياك عرفتي صحيح. كان جنان مصطفى راه الحاله حادي هتلر الباكر عندي اللي معجنوه ما كنتش قد وصل. والو انا الوحده الجوج على نمشيو لي الوحدة جوج ينهار قليل في الحرنة الحالة في الحرنة عاس علينا بنهار ما تقربوش ليه شدك يقتلك وفي الليل مع الدوجو في الليل الوحدة جوج واش هو كيرقد ولا شنو؟ لا كيمشيش ليه وبعيد منه شوية هو مؤدين سميتو سي مصطفى هو كيودن كيودن وانتوما ما تصليوش الله يتقبل ما عمرنا صلينا الله يتقبل عمركم ما حطيتوش بها واحد العام جا رمضان ما كانوا لما قلة ولا في الدوار كنا ما كان على السي شعيب كيهود على الجام كيحقوا على كاع من الدوار زيد ورا تجوج النهار تجا الكاردين ميقل من جديد عاد بنادم فطر عاد عيدنا تجوج النهار ما كاينش لا راديو ولا والو والو ونوبخرا ثاني كنشتا والظلمه بنادم شرب ديك الحريره على الحريره ما كاين لا تمر لا والو عاشر بنادم الحريره وخرجنا ويد بني الشمس طالع الدوار كاع فاضي سهليت هذه صحيح واخا قلتي لي الماكله كان عزيز عليك الكرم واش نخر؟ الباكور والكرم والكرموس كان الباكور وحده والكرموس الهندي الهندي صافي كي طيح معاك الهندي دار قراص وما كاينش الموس عادي قدرت عاد فارك ما يشد فارك طيبين راه ترى موسخ راه ما تشوف الحال دايرين ديك قسطيره ديال تيداك ديال السرديل قسطيره بجيبك صافي العدو قسطيره راه ما عاد فيه قراصة كاين القراصة تخمس ما عمرك خمس ساعات لا ياكل خمسة كرموسة تعطيك واحد الضلعة تابع وتحك من حيدة دابا انت كنتي كتشطب ليه شطب تحك الكرموس هو ياكل ربعة وتتاكل واحدة الخامسة يعطيك على الخامسة حيت مخمس هي الخماسة هو كيخلي على الخامسة ويعطيك الخامسة على الخامسة وساهو عيمان ويني انت ما تكرفاش حتى الصيف راه ما كندخلوش لخيامنا بعدك والو جنانه القاع صافي تتخرب تتبقى حتى حاشاك حمار في القاع نعس واحد تبينه صغير وديك الهردله طايبه بالشمش تتسبع لك الشتا الاول عاد تدخل الخيمه صافي تدخل الخيمه ديال لك شي باكور لامو فوق البيوت كان يشيط لك لوح وترجع بلا تمسح تاكل شريحه 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 فينا ما بقاش هيك شريحه كحوليه كانت كحوليه زينه كحوليه زينه بنينه ما بقاش الباكور ولا اليوم ما بقاش ما بقاش واخا من غير الباكور والهندي شنو خر عزيز عليك؟ ولا عزيزنا كل شيء وين ما واصلينوش نهار السوق كنمشيو للسوق اربعه الدل اللي نقربوا فوق الحيط تقربوا الحيط تسرح رجليك وتقربوا الحيط وتعطيها حزينه سارقين راه شي دري دوك راه دكاترة وكل شيء مشينا للوالدين نشريو الدلة هزا واحد بدا يتلاعب هذاك مول الدلة تخلع قال لنا عدي وشري معاك كل يقول لها راه ربعة تفاردوا فيها ويقول لي داو بعدهم من هاك اللي بعد ويد الازار تسعط هرزا بدرع قلتي لي ثلاثة يكحلوا الوجه ثلاثة يكحلوا الوجه اما هما وثلاثة يصفروا الوجه وثلاثة يصفروا الوجه نعم ثلاثة اللي كحلوا اما هما ثلاثة اللي كيصفروا نقول لكم هما الاولين سبق لينا الصورية يلا قلت المركوب قلت المركوب وقلت البوس وقلت البوس وماكلت المسوس وماكلت المسوس ولا موجودين مصفر وجوم مسقوط منه الدم مسقوط منه الدم واخا وثلاثة اللي كحلوه المشي بالحفا المشي بالحفا وهزان القفا وهزان القفا والمرأة الحالفة والمرأة الحالفة هي تاي تكون تاي جاب لها ما تاكل هي تاي نهار تغضب لك هي حالفة على قوفان ما راه تما تلوح تشوف الحيمة تلوح من الكلب وتنود ترقد وسا
صافي. وشكون غيطيب لك؟ انت جاي من السوق جاي محمل وجاي ما طيب متعيب والو تقول صافي. كيفاش قلتي لي ثلاثة يتكنوا باللام؟ ثلاثة يتكنوا باللام، العود ما يحرك بلا الجام. العود ما يحرك بلا الجام. المرأة تدور في الخيمة بلا حزام. المرأة تدور في الخيمة بلا حزام. الدري بارك البوه في البيت وقاطع معاه الكلام. الدري بارك البوه في البيت وقاطع معاه الكلام. الفقير سير للسوق سير الكفن احفر قبرك ودفن، ولاد اليوم خلطوا الشعير ما تمن. احفر قبرك وتدفن، ولاد اليوم خلطوا الشعير بالتمن. نعم. والمرأة الحاملة لا تدوز من حداها. المرأة الحاملة لا تدوز من حداها. لا دزتي من حداها وشنقت اللي قدتك هذا القادر تمولها. سلام عليك. كيفاش قلتي لي الثلاثة؟ الأولى علاش؟ الأولى علاش؟ زيد. والثانية علاش؟ والثانية علاش؟ والثالثة علاش؟ والثالثة علاش؟ الأولى علاش؟ إلا مشيتي للسوق وتكلتي على البشرة تروح الدراري بلاش. إلا مشيتي للسوق وتكلتي على الأدامي تروح بلاش. البشرة تروح بلاش. زيد. والتاني علاش كل من اللي توكل على الله لا بد ليه من المعاش؟ اللي توكل على الله لا بد ليه من المعاش. والتالت علاش؟ اللي ما فتش على دينه رفاقته بلاش. واللي ما فتش على دينه رفاقته بلاش. ولا بد يكون مع مولانا. يكون مع مولانا، لا دخل في الدين. كيفاش قلت لي الطالب اللي كان غيلوح بوه في العافيه؟ هذاك الراجل اللي كان غيلوح بوه في العافيه زيد قال لي من اللي خلط العافيه قرب ليها طاح بوه يضحك. قال لي بغيت نلوحك في العافيه وضحكتي. قال لي وليد غتلوحني في الغالبه بنت المغلوب. غتلوحني في الغالبه بنت المغلوب. قال لي هو يحطو. قال لي با العافيه شكون كيغلبها؟ قال لي كيغلبها الماء. قال لي الماء شكون كيغلبو؟ قال لي كيغلبو الجبال. قال لي والجبال شكون كيغلبهم؟ قال لي كيغلبهم الخيل. قال لي والخيل شكون كيغلبهم؟ قال لي كيغلبهم الناس اللي راكبين عليهم. قال لي والناس اللي راكبين عليهم شكون كيغلبهم؟ قال لي كيغلبهم عيالاتهم. قال لي وعيالاتهم شكون كيغلبهم؟ قال لي كيغلبهم ولادهم. ولادهم. قال لي ولادهم شكون كيغلبهم؟ قال لي كيغلبهم الطالب ديال الجامع. قال لي والطالب شكون كيغلبو؟ قال لي كيغلبو الزمان. كيفاش هذاك اللي كان يقلع في الكرموس؟ كان يقلع في الكرموس يغني. اش يقول؟ يغني مع راسه ويدندن. زيد. داز لي واحد السيد ويقول لي يا ودي سيد الناساوت. ها ودي سيد الناساوت. هو زوفري. ها يغني وياكل كرموس مع الدسوق يحك برجلو ونقب ظفره. يحك برجلو ونقب ظفره. كان يما كان ياكل صاف شويه ضارب الدنيا بركله. شويه هو يدور. قال لي دابا دوك انا سيد الناس اللي تجوش غنولي زعما شي حاجه اخرى غنفوت سيد الناس. غنتزاد قريب. زيد تجوج. ايه بعد هذوك السيد اللي كان يقول لي سيد الناس. قال لي يا ودي اللي بحاله بحال الناس. ها ودي اللي بحاله بحال الناس. وي قلب الكاسيطه. قال وانا ولويت بحال الناس المره الاولى ملي كان ما عندي لا مراه لا والو كنت سيد الناس. وي علاش كان ما بقاش انا سيد الناس؟ غنحيدها كاع غنطلق بوها. طلقها ولا يقول يا ودي كرفت الناس. ما قلتش على الزمان. اش قال لي؟ قال لي يا ودي كرفت الناس. ودي عفت الناس. صافي لاحو ولا مسكين غادي مهود. غادي مهود من سيد الناس اللي بحاله بحال الناس لكرفت الناس. كرفت الناس. كرف الناس ولا دابا اللي ما قلتش زمان. زمان راه معلم. ها زمان راه معلم كيقري. والادمي تلميذ. والادمي تلميذ. الادمي تلميذ. دابا راه يجي تما المعلم هو اللي دي الزمان ولد الحرام صاحبي معلم. كيبرد عباد الله. قال لك كتكنا بالفاء. كتكنا بالفاء. والفاء مزينها بوشام. والفاء مزينها بوشام. واحد شيبت لي الراس واحد شقد لي القدام. واحد شيبت لي الراس وواحد شققت لي القدام. قلت لي القدام. فلوس صاحبي كلشي عليها. يا المال يا المياه اللي قلتي. الناس مالت. كيفاش قلتي يا الحمار مغني على البالا ديال التبن؟ اش قال؟ قال لها البالا يا بنت حب الملوك في الغرب زرعوك. البالا يا بنت حب الملوك في الغرب زرعوك. بالماكينه حصدوك. وبالماكينه حصدوك. وفي الكمي يهزوك. وفي الكمي يهزوك. في السوق باعوك. في السوق باعوك. والكروسه جابوك. وبالكروسه جابوك. قرب اللي نديروا الباروك. قرب اللي نديروا الباروك. قالت لي لا درتي الباروك تهلف السلك باش يجروك. كمل البالا يموت. لا درتي الباروك تهلف السلك باش يجروك. صافي يموت. صافي كمل يموت. صافي. هاي تمسكي. عام الاول قل المطر. عام الاول قل المطر. الفلاح ما زرعت قنطار. الفلاح ما زرعت قنطار. مات لي الحمار بقى بارك مع منار. مات لي الحمار بقى مقابل التلفازه منار. وصافي. كيفاش قلتي لي الحمار والفروج بعدو بغاو يخرجوا الموغري؟ بغا يحرقوا. زيد
شحرقوا التوين ولا واه بغى يحرقوا زيد بهالم تعبوا بغى يحرقوا القرابز ديال التوين لا لا واش حرقوا مراك الواسير زيد شوف بغى لقطتهم بالديوانه ديوانه بوليس واش بغى لقطهم بو قالوا لي انت فين غاديين واش هادو الديوانه مخزن واش الديوانه مخزن زيد قالوا لي قال لهم فين غاديين الحمار حتى فين غادي قال لي هذه كلمه الحمار هي اللي خرجتني البلاد اللي نادي يقول لي الحمار واش هو الحمار مناش مسكين محقور ومحقور دابا عاطيها لي الله هذيك تمرات هو يا صافي داك العمر اللي غادي يعطاه لي الله تبارك وتعالى قال لي يا ودي انت تقدر تعيش واحد المقدار ها كاينه كاينه كاين دابا وراه غادي تحمل عليه يهزوا عليك ويديروا لك قال لي لا لا بارك عليا قال لي غا شي 15 عام 16 عام قال لي الادمي قال لي زيدني هذيك العمر ديال الحمار تاو زيد لي انا دابا الراجل كيزبع الحمار تاو حالو مزيك حالو والفروج السيقوفال ليش باغي يحرق تاو هذاك سيدي قال لي هما الناس كيكونوا مخاصمين هما اللي صالحوهم تيقول لهم ودي شدوك الفروج ندبحوه باش نصالحوا هاد الناس اللهم نخرج المغرب انا ودينا الله نخرج بحالي قام ما يدير ما حنمسيك واش نو تاو جبت المناسب ها تاو جبت المناسب لقطاتو القرمه لقطاتو الزمان كيفاش قلتي لي نرجعوا عندكم الناس ديال المدينه ومحنوا داك الحمار اش قال لك الولي لقاو الحماره والد الدحش الحماره والد الدحش ولد الدحش وركبوا فوق الدراري جاو من قلنا طار ركبوا الدراري ثلاث فوق الدحش باقي الله زاد يبرك الارض الوليد بقى الوليد بقات فيه القاضيه قال غادي يقتلوا الحمار ما بغاش يخسر لهم ما بغاش يضربهم ما بغى والو هو يحك لي كرموس على ظهره باش ما يفقعش الدراري باش ما يفقعش والديهم زيد اش دار حك لي كرموس على ظهره على دار الدهر على دار الدهش زيد يركبوا لابسين مساكن قراصن قراصن ايه شويه ولا يقول لي باسم الدهر الحمر كيعض والدهش عاب دارو كيعض والدهش كيفاش هو تما المدينه واعرين كيفاش كاش ولاو يقولوا يقولوا الدهش 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 دهرو كيعض دهرو كيعض اي كيعض مساكن كيتقرصوا لا واعرين هما من المدينه ترى دابا الصغار كياكلوا الدجاج الكبار كياكلوا الدجاج والصغار يقتلوا الفراكس الكبار ياكلوا الدجاج والصغار يقتلوا الفراكس الناس المدينة بعد يمشي ويخليوا على الكواغط بحال الصوغ وتقول يا سامي والو يخليوا داك مسكين ولا مشي تعدم انت فكروا فيك وانت بقرت في الارض تيكت وتقطعت هذاك راه تهرس رجلها ولا هذه ما هذه باش تجيب حالك باش تعقب باش تعقب هنا احنا كنفرحوا بهم بزاف حنا كنفرحوا يقول لي تعبك تفن غادي تادي تادي وهنا ما يجيبوا معاهم والو الناس ديال المدينة ترى والو والو ما كيجيبوا والو ما يكرموكمش والو كيفاش قلت لي الشيطان وولده بعد كان يهضروا كيقول لي علاش لي دامي كيلعننا قال لي راك يظلموني ولي كيفاش يظلموه قال لي ولي عاود معايا السوق وشوفني اش كيديروا معايا غنمشيو للسوق وشوفي رد البال زيد غادي الراجل طاح لي بسطامو شي واحد وي زير بسطام الشيطان قال لها كتشري في هذا البسطام طاح لك قال لي راه ولدي عاود بالله مش طار قال لها انت وليدي يدري معايا انا عطيناه بسطامو هو نعنا هو نعنا وما كون هزيناه ومشينا صغرنا منه انعل هذيك الساعه ولا يدبر دبر كيفاش قلت لي الشيطان قوفال الشيطان ولد ولد ياه وقال لي مالك باللي هاد القوم كتنعلف مال هادو يضلوا ينعلوا فينا يضلوا ينعلفوك علاش قال لي يا وليدي راك يظلموني قال لي لا لا كل ما كتدير لي شي حاجه ما ينعلوكش قال لي انت ولدي غدا الجمعه ان شاء الله راني غندير لهم الطعام يعرقوها ويعرقوها وغينعلوني ثاني وتصنت وتصنت زيد ناض الصباح دار لي قصة ديال الطعام قدام باب ديال الجامع الناس غادي تصلي الجمعة اللي جا يوقف هذا القصة اللي جا يوقف هذا القصة اللي جا يوقف هذا القصة هو يجي الإمام قال لي ماكم أصحاب لك تدخلوا الجامع شكون ما دخلتوش ما دخلتوش قال لي راه قصة ديال الطعام قال لي نعلو الشيطان وقولوا بسم الله قال لي نعلو الشيطان وقولوا بسم الله وقولوا بسم الله نعلوه وقالوا قالوا عودي بلا مشترك ومطاح يقولوا بسم الله قالوا لي حاجة قالوا طعامي قال لي أنت راه أنت تشوف كيفاش قلت لي بكري كانوا الناس يصليوا على الظل كان كيصلي على الخيال ديالو على الشمس واحد خينا وصلت واحد خينا مضي وبغى يصلي العصر بقى لي يقدم جا حدا الحيط قرب الوقت بقى لي بحال بقى دقيقه جا قرب حدا الحيط ريح نعس ملي نعس هو تحرك البرد والشتاء وداك الشيء داك الحيط عيان شويه ريب عليه غير ريب عليه جا الشيطان سي محمد اسمع محمد قال لي نوض قاعد شد لي من يدو جرو الحيط ريب سيد بقى شاد الشيطان قال لي دخلناك بالله والنبي رسول الله من جيتي تعتقد هذا الروح في وجه الله قال لي ودي دخلت لي بشان عظيم انا الشيطان قال لي وكنت تجري في هذه المصلحه قال لي ودي شتك غادي تموت مضي تمشي للجنه الله ما تموت سارح بها يموت قال لي شتك غادي تمشي مضي غادي للجنه اللهم تمشي سارح خانز تقبس
قدم لكم برنامج ريحة الدوار بمساهمة مجموعة القرد الفلاحي للمغرب. التزام دائم. ريحة الدوار، ريحة الدوار تجري في دمي ساكنة في عضلاتي.